فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم كريم تعهوني. نعود نرحب بك من جديد كريم. مثل نحكي على مسيرتك العالميه، ظهر لي كاس العالم 2002 كيف من الذكريات المميزه اللي تبقى لك في مسيرتك؟ ما تنساش اول حدث رياضي عالمي، يعني شرف كبير كوني خدمته، شرف كبير كوني كنت نبوس التلفزة التونسية أنا وزميل العزيز منير بن مصطفى والمهندس أحمد فرتاني، وكانت مسؤولية كبيرة على عاتقي، والحمد لله كنت عند حسن ظن الناس اللي أعطتني ثقة. جاميد لافي، كنت قاعد هكا كيفك في الدار ما عندي حد شيء. فجأة جاني تليفون غدويكا فول سبيسيال للمنتخب التونسي ماشي لليابان باش تمشي معاه مع الطيارة متاع الفيدراسيون. الطيارة وقفت عملت دوز اسكال كيما عندي تو، كل ستة اشهر ماني مغروم شوية بالطيران كيما اي شاب وقتها، يعني وصلنا خرجنا من تونس كارتاج بحرين، وقفنا في البحرين جوارت عند ديكراساج، خرجوا انا ومنير قعدنا في وسي احمد الفرتاني قعدنا في المطار اربع سوايع ممكن ولا قداش، جوارت تريني وديكراساج رجعوا مشينا، بعد هبطنا في بنغلاديش ستة سوايع اخرين خاطر طيارة ايربوس صغيرة ما تنجمش تعمل لونتراجي تعبي كيروزان في بنغلاديش، ما هبطناش الناس كل من الطيارة. كانت تجربة حلوة ياسر، كنت قاعد في كنت قاعد هكا في الدار ما عندي حتى، هني قلت لك نسمة صباح والخدمة، وبعد الأخبار الرياضية هي اللي فتحت لي زادة الأبواب الحمد لله، يعني رضيت الوالدين. قال برشا كلام كريم على مشيتك وقتها، برشا عباد ما قبلوهاش بالتلفزة خاصة. صحيح على شكون الطفل الصغير ماشي واحنا لا اكزاكتومون هاك تعرف انت هذا هاك تعرف كل شيء وقتها. هما لا الحمد لله انا الناس برشا ناس تحبني في التلفزة الحمد لله، خليت ان شاء الله يعني علاقتي طيبة بالناس الكل، وهذيك هي يعني الاسبري نتاع المنافسة. قلت قبل خممت باش نبطل جملة اي برشا مرات نروح الدار. خلينا نكمل، شنو هي الحاجة اللي خلتك تروح للوالدة؟ الإحباط. قل لا حادثة صارت لك أكيد. الإحباط، تمشي باش تعمل حاجة تلقى روحك إيكارتي من حاجة اللي أنت تنجم تبدع فيها. حبيت تعمل حاجة قالوا لك لا، قلت صحيح باش نبطل. اي برشا مرات. شنو اللي خلاك تشد صحيح؟ أنا قلت لك الأقدار، ربي سبحانه، دعا أمي، دعا بابا. الحمد لله. كاس العالم 2002 صاروا برشا حاجات اكيد كواليس صاروا ما خرجتش وقتها، فما حاجات كنت شاهد عليهم كان مثلا برشا حاجات اعطيهم الكل تو نعطيك كل شيء تو نعطيك العلاقه الناس الكل كنا نشوفوا نقوموا على اخبار عندنا وقتها الانترنت يعني ما فماش سمارت فون، اما في اليابان اللجنة المنظمة كانت موفرة يعني الانترنت والكمبيوتر وكل شيء الأخبار يعني ولدي الشيء الساعة هاو ضاربوا بالبونية اندرش زبير وخالد بدر وانا مديمة معهم مفهمناش ناس أصحاب كيما زبير وخالد بدر. انا وقفت قبلت شوف حجم وقتها يا سيدي الشامبيونان بتاع 2002 اللي هزتها الاسبيرانس في الامطار الاخيره مع وقتها كانت اون كونفرونتاسيون مع ليتوال يعني تعرف المنافسه الكبيره ما بين زوز نوادي والجماهير والجمهور الرياضي في تونس، واش تحكي الناس مشيت الغادي شكون اكثر ناس محفلينها، مشيت معاهم قربت لهم الجروب تاع جوارات، حاول وقتها تلقى روحك مع ليكيب ناسيونال وتتصرف يعني ومع البعثه الرسميه براتيكمون ديما معاهم وعرفت تدخل للتدريبات وتدخل الماتشوات والناس واليابانيين ما يخليو حد يصوروا في كل شيء وسائل الاعلام يعني عرفت شنو يعني راهو احساس كبير برشا. اكثر ناس محافلينها هو زياد الجزيري وحسن جابسي، اكثر ناس يضحكوا وشيخين وجو عليهم هذا هو الاشياء راهو يعني برشا حاجات عرفتها يعني كي قربت للناس هذوما. من وقتها زاد علاقات توطت يعني اصبحت من وقتها بوتاتر تولدت والحمد لله بمرور الايام يعني ولات ثم علاقات مع الاسامي هذوما الكبيره الملاعبيه. بصراحه كريم نعم. في العهد السابق كان خدمه صعيبه، صاروا لك حاجات نتاع صنصره خاصه مثلا وقتها في المونديال مثلا مسيج لا ثم اسمعني خويا يعني ديما ثم لوائح وضوابط ويعني لازمها تحترم في اي حاجه، ما نقولش صنصره اما لازم فما حاجات
يعني لازم تتقال، لازم يكون تركيز اكثر على على المنتخب، على ديما الحاجات الايجابيه، فهمت يا اسلام؟ يعني كهو هذيك هي فما حاجه معينه صارت؟ لا 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 مستحيل، ولا وحدك تعرف روحك شو لا والله لا ولا اي اي تولي مش عند اسمع، تولي تحاول تبعد على اي اشكال، خاطر الدنيا صعيبه، يعني تحاول ما تغلطش، خاطر الغلطه فلقه وكاو ربي يستر. باهي الخروج كيف جاء؟ الخروج كنت قاعد زاد نفس الحكايه، جاء تليفون شافوك تقدم في الاخبار الرياضيه، نحبوا سي في والحكايه في ايام معدوده. بالصدفه جات، فما شكون توسط لك كيفاش؟ ربي سبحانه، راني قلت لك مره حتى حد والله العظيم سعيت باش نمشي لبلايص اخرين وما توفقتش، سعيت يعني حبيت نحسن من الجزيره الرياضيه. نو ما زلت ما حلتش وقتها، الجزيره ما كانتش ما حلتش، فماش الجزيرة السياسية وقتها موجودة، الجزيرة الرياضية مثلا ما سماش وقتها، جات بعد 2003 2004. سعيت لبلايص اخرين ما جاتش. ما جاتش اي ما جاتش. كيف جات هذه؟ هاني قلت لك. دبي سبور. دبي سبور المدير العام اللي هو الأستاذ أحمد الشيخ، من الناس اللي عندها فضل عليا زادة، هما اللي عاونوني. يعني هو يعني أمن بيا، عجبته كي جيت الغادي زادة، مش يعني أوكي مشيت وفرست روحي والحمد لله سعيد جدا بال. كنت قاعد وحده جاك تليفون هكاك. شايفك انا في شارع باريس هابط من الدونتيست بالضبط البلاصه هاك كيما عندي تو تتفكر ومازلت كي عملت بيوس نتاع تليفون عندي يمكن شهرين ثلاثه فرحان به ضرب تليفون نلقى قعدت نحكي وقتها وي فما حتى حد دزك معناها سال عليك ولا الا حاجه سالوا عليك غادي ولا حتى حد حتى حد شافني تفرج فيا سيد يعني يعني ان اكسبير قال لهم نحب الولد هذا. مشيت حطيت ساقي الحمد لله توفقت، حاولت باش نعطي كل ما عندي والحمد لله كانت مسيرة فرحان بها برشا، خاطر عرفت فيها ناس، خاطر وليت الحمد لله قبلوني شعب الإمارات، نوجه لهم كل التحية الحمد لله، الناس طيبين وخدمت على روحي وشديت صحيح، خاطر مشيت صغير البعد يعني تحاول باش ما ديرابيش فهمت والحمد لله يعني المسيرة تواصلت، عملت برشا حاجات حلوين في دبي زادة، بعدها بعد دبي زادة مشيت 2004 الأول جوز أولمبيك في أثينا دبي الرياضية، وبعد 2012 زادة في لندن ومن بعد بعد 8-9 سنين بوندسليغا. باهي بوندسليغا كريم، ظهر لي كان الناس كل تبع البوندسليغا نحكي في المنطقه العربيه في دبي سبور. نعم. ضربه خايبه انك وقتها تنحات الحقوق نتاع البوندسليغا. هذيك اسمع اسلام، هذاك هو المارشي، هذاك هو السوق. اكيد يعني الناس تعودوا بك، انت تو الناس كي تشوفك في الشارع تقول لك كريم بوندسليغا. التو. صحيح صحيح صحيح. التو. ما نكذبش عليك. طبعا مش حالة تقلد كيفاش تقدم التاريخ في التقديم. والله التو وحس وعرفت شغف الناس الكبير يا اسلام، مره 3 ولا 4 سنين تالي كنا في مهمه تغطيه سباق خيل في في الدار البيضاء ومشينا زياره للرباط انا مع ابو ظبي الرياضيه. بالزهر نهارتها سيتي ان سامدي، نهار سبت ماتش بايرن دورتموند في سوق المدينه العتيقه نتاع الرباط، انا اول مره في الرباط نحاول نكتشف المدينه حلوه ياسر. فدخلت المحل نتاع حاجات عتيقه، كابتن كريم بوندسليغا هاو الماتش بدونك، قلت له ماك هو والله غالب، مشيت على روحها ولا تاي ولا حكايات على والله العظيم، وانا معايا اصحابي وقتها من ابو ظبي. يعني هذه هي هذه التجربه خلتني صحيح، يعني قلت لك مارشي سوق الحقوق وقتها البوندسليغا ولات مرغوبه برشا مطلوبه برشا، برزت برشا خاطر كان مفتوح على المفتوح دبي، يعني هي اللي بثتها للعالم العربي الكل فري تو اير بلاش. خدمنا زاد خدمناها بالبدا، كانوا عالم لعبيه توينس نتبعوا فيهم، كان صحيح. كريم حقي جو المناري كانوا غادي نتبعوا فيهم برشا، كان صحيح نوجه لهم تحيه اصحابي برشا. وزاد من بعد كان معنا زبير في التحليل الفني جاء معانا، وجاء معايا مع حسني وقتها زغدودي زاد في التقديم، ومن بعد زاد زميلنا محمد سوسه في الاعداد دوميديس تحيه ليه. ما عرفتش من لاعبين ذكر حاجه، المخرج
يا ربي لا إله إلا محمد رسول الله مخرج كبير هو لا إله إلا محمد رسول الله مش برشا تحية كبيرة صاحبي برشا عليه.